وليك اصغر مربي احصينه في الجزائر يا خويا. الشلبي يا خويا هذا كل جمعات القهوه اللي هنا الله يبارك خونا، يعني ما شاء الله صغير ولكن اكسبيريونس كبيره في الحصينه. شوف الله يبارك. واش راك من صغير حاجه لا راسيني حاجه سامبل يا اخي، ماشي لا راس ولا هاي. وناتكم كورين نتوما؟ لا شكل يا الله يبارك. هكذا يا خالتي 6 ملايين وانت شريت حصان. حاجه فارس حاجه شابه. بالمناسبه اخونا عنده كوري في تسلى المرجا، قلت لكم احصنه موجوده بكتراس مع حاجه بارود خونا حاجه تاع راس كلشي كاين كيما قلت لكم. واش تحوس كاين ما شاء الله. ودوك كيما هذا شحال تشري؟ وبيان سير ماشي حاجه سهله باسكو راهو الغاشي كذلك السيارات كلشي اللي هدايا ما راحش يقدر يكون ليبر ولا يكون اليس. هذه بالمناسبه وبالمناسبه كما قال خونا نديرو ديديكاس الامين العباسي ان شاء الله يشوف قناه ناصر تي في وناس بالعباس نحييهم بالمناسبه. نعم قولوا كاع الحماينه كاع كاع تسمعوا يا خويا ان شاء الله يشوف قناه ناصر تي في ويشوف ديديكاس تاعنا ويعلق لنا. بيان سير خوتي هنايا شويه دونجي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. بعد ما كملنا مع جميع أنواع المواشي الكباش الماعز الأبقار ندير لكم فيديو راح يكون خاص إلا بالأحصنة فقط هنايا بسوق بلدية الأربعاء. السوق هدايا اللي يحل بالجمعة والفيديو هدايا منقول يوم الجمعة 3 ماي 2024، يعني باش نعطي لكم نظره فقط. سمحوا لنا يعني ربما ما راحش نقدروا نديروا الفيديو في يومه لانه يعني تالمو لا شارج بزاف ما نقدروش نديروا في كامل الفيديوهات في يوم واحد. لهدايا كيما نقولوا نبارطاجيو يعني واحد بالجمعه السبت اثنين الاحد. المهم السوق هدايا بالجمعه راح ندير لكم نظره وتشوفوا واش كاين احصنه هنايا بسوق الاربعاء. بالمناسبه سوق الاربعاء يعني صراحه الاحصنه رخيصه، يعني اللي يحب يجي يشري حصان هنا في الاربعاء ما كاش اللي راح يديباسي 30 مليون. اذا نشوفوا واش كاين ونعطي لكم نظره. اللي حاب يمدنا رقم الهاتف رانا نجيب لكم ارقام الهواتف. وبالمناسبه كما قال خونا نديروا ديديكاس الامين العباسي ان شاء الله يشوف قناه ناصر تي في وناس بالعباس نحييهم بالمناسبه. نعم قولوا كاع الحماينه كاع كاع تسمعوا يا خويا ان شاء الله يشوف قناه ناصر تي في ويشوف ديديكاس تاعنا ويعلق لنا. بيان سير خوتي هنايا شويه دونجي هنا في الاحصنه باسكو الانسان يحب يسيه ولا يعني راح تشوف اللي صعيبه شويه كيما راكم تشوفوا. هذا يا راه يسيه فيه ولكن راهو مهورج. بالمناسبه هذا ما على باليش وين راهم ولا سمحوا لي باش نسقسيوه ولكن نزيدوا نمشيو هكذايا ونعطي لكم نظره على هذايا. كيما هذا قلت لكم راهو حاب يسيه لهدايا حذاري، يعني صراحة هنا كي تجيبوا اولادكم يعني مليحة تجيبوا اولادكم ولكن لازم يكون شويه ليسباس باش ما يقيسكمش. يعني دائما اللي ما فيش في قناة ناصر تي في نقول لكم انا سوق الاحصنة شغل راك في سوق السيارات لازم تسيي ومن بعد تشري. وبيان سير ماشي حاجة سهلة باسكو راهو الغاشي كذلك السيارات كلشي لهدايا ما راحش يقدر يكون ليبر ولا يكون اليس. هذه بالمناسبة عودة ماشي عودة. شوف هذه هي يعني تكون مهرجة شوية بيان سير خوتي ماشي حاجة سهلة باش راح تقدر تسييها. سمحوا لي طولت عليكم شويه دوك نبداو نساومو اسعار الاحصنه. نروحوا لعند الهادوما، هادو مازالهم صغار. هذا فتكر وهذا يا فنتا. اللغر عاليه عليها. هذا يقول سامونا هذايا ذكر عيسان قال لكم سمونا 16 مليون وهذه 9 ملايين. إذا كذلك شوفوا بسم الله ما شاء الله عودة ما شاء الله نخلوها يشوفها السيد ومعك نعود نولي لها. عندنا كذلك العودة هذه
والمصاغر دائما هنايا بسوق الأربعة يحبوا العواد بزاف يدوروا لهنا. ولكن دائما نقول لكم دونجي حذاري فقط، ما تمشوش وراهم بيان سور، كي يكون واحد يسيء يجبد روحه. هذه وفي الله يبارك ما شاء الله. ما تهرجهاش هذه يا قاكم سواد 22 الله يبارك، ولكن حاجه شابه ساموه بيان سور. هذه منا راهي في الديسات 17. اذا كما قال لكم خونا نصوروا ونخلوا الرقم الله يبارك. هذا مهر مازال صغير، شحال يكون 16 شهر عنده؟ 16 شهر فقط الله يبارك. قال لكم حاجه في راس حاجه شابه. بالمناسبه خونا عنده كوري في تسلى المرجا، قال لكم احصنه موجوده بيك تراس مع حاجه بارود خونا حاجه تاع كل شيء كاين كما قال لكم. واش حوس كاين واحد ما شاء الله. ودوك كيما هذا شحال سوا خونا هذايا؟ هذا عطاونا 11 مليون. عطاونا 11 مليون هاكم تشوفوا يعني الله يبارك. هكذا نخلي لكم رقم الهاتف اللي انتيريسي يتواصل مع خويا. خويا قولي العزيز الرقم تاعك. الرقم 0793 0793 79 46 06 05. هذا هو الرقم تقدروا تواصلوا مع خونا منفرد. بارك الله فيك ويعطيك الصحة سي جونتي. نزيدوا نشوفوا الاخر اللي راه يسيي فيه كذلك. يعني قلت لكم هنايا كي تسيي جيت شري لازم تسيي. اسمح لي خويا شوف الله يعني حاجه. نشوفوا خويا الله يبارك جاب لنا مهر صغير هدايا، قال لكم في عمره واحد 6-8 شهور هكذايا. 10 شهور الله يبارك الصغيرة يعني. ونشوقيكم في السوق، ما قال لكم سلموني ب 4 ملايين يا اخي. 4 ملايين. وشحال البيع تاعو هذا ان شاء الله يروح؟ 6 ملايين فقط. هكذا انسان كما يقولوا هذا اللي يحب يربي على يدو. بون ماشي حاجه لا راس يعني حاجه سامبل يا اخي، ماشي لا راس ولا هاي. وين عندكم كوري انتوما؟ في قليعة الله يبارك. هكذا يا خالتي 6 ملايين وانت شريت حصان. اذا كذلك شوفوا الله يبارك عندنا هدايا فتكر حاجه شابه. وعندنا كذلك هدايا هنا، هذا خونا الشلبي بيان سير لي كل اسبوع هنايا بسوق الاربعاء. هدايا قال لكم سوا 15 مليون. هدايا منا هذه انت مازال ما سويناش فيها الله يبارك. وعندنا كذلك هدايا ماشي مشكل خويا، هدايا بالمناسبة تباعت. إذا كذلك خوتي يعني دابري واش فهمني السيد، قال لي شغل السيد اللي شراها إنسان تاجر معاه ودي لي هذا يعني يفيتي، يقول لك يعني ما تصورهاش خير باش يعني يبيع ألاز. هدايا فذكر كما راكم تشوفوا هدايا قال لكم عنده 17 شهر وسامونا 15 مليون راكم تشوفوا ما شاء الله. حاجه شابه انسان قلت لكم يعني هنا الاسعار ماهيش غاليه بزاف، تقدر تجي سوق الاربعاء وتشري حصان. وبيان سير خوتي الله راسو الحاجه المليحه راح تكون غاليه، تروحوا للغرب راح تلقاو الحاجه الغاليه، ولكن هنا حاجه رخيصه فقط. اذا بالمناسبه كذلك عندنا هديه البيضاء وعندنا هديه تباعت بالمناسبه. دوك نقصروا مع خونا شويه، هديه عوده شويه بالله يبارك. ودوك هذه شحال عمر خونا؟ 25 25 شهر يعني نقدروا نقولوا امين الله يبارك. شيكولا الله يبارك. واش راها خونا الله يبارك؟ منين كنت هنا؟ كتب له وين؟ مدني. وين جاي؟ شفا الله يبارك. تخونا هديه على اساس واش شريتها؟ ها تربيها جايه تاع الكوري واش تخدم بها؟ في المانا جاي والله بيان سير خوتي يعني او جاي الصيف كاين ناس يعني هكذايا تشري احصنه ولا بيان سير دراري صغار في الماناج ولا يلعبوا يعني حاجه مليحه الله يبارك ما شاء الله. يا خويا ربي يكتبارك ان شاء الله هكذا خويا وربي يعاونك صافي بليزير خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه الله يسلمك صحيت كذلك. عندنا هدايا هذا كذلك قال لكم ماشي كبير ما بالوش على السن ولكن ماشي كبير. هذا سوا 17 مليون هكذا. زوروا السوق هذا بالجمعه يعني صراحه موجوده الاحصنه الله يبارك بكثره. شوفوا
دوك نزيدو نشوفو عندنا الكحل واحد شباب بزاف عندنا الأحصنة هذا ما يعني الصغير كاين والكبير كاين كذلك. إذا كذلك شوفوا عندنا الحصان هدايا هذا بالنسبة للسعر قالكم قساوم هنا 11 المليون البيع ما راهش والبيع شحال يكون زعما شحال يلحق البيع؟ البيع شحال يلحق البيع تاعو؟ 15 الله يبارك لكم يعني ما كانش أنا حصاني اللي فاصيل 30 مليون كامل يعني تحت 30 الله يبارك. والكوري قالكم جاي في تسالة المرجى الله راسك ما عندك خونا ولا والو؟ كاين عندك كاين الله راسك الله يبارك هاي الله تحب نخلو الرقم تاعك معليش خونا خليتو نيميرو سي بون هذا خلى لي النيميرو اذا شوفوا برك مقبله تاع تسالى المرجى تلقاو الرقم تاعو هاي صحيح شوفوا الله يبارك هذايا تاع بليده الله يبارك ما شاء الله هذا هو صد الحصان هاوليك اصغر مربي احصينه في الجزائر يا خويا الشلبي يا خويا هذا كل جمعه تلقاه لهنا الله يبارك خونا يعني ما شاء الله صغير ولكن اكسبيريونس كبيره في الاحصينه شوف الله يبارك واش راك مصغر صافي فيا لاباس راك مليح بيان الله يبارك تسمى ما عندكش مشكل مع العواد نتا كاع الله يبارك الله يبارك وهذا شحال سوا؟ ها؟ مازال ما سويناش معكم باب ونختم معكم الفيديو مع المصغر هذا كذلك راكم تشوفوا صغار يعني ومولعين بالاحصينه سي دوماج عندهم ليسباس صغير شويه في هدايا يعني ما يحش يقدر يسيء الاز طبعا خويا شوف الله يبارك هكذايا راه جايه لا بيريود تاع الصيف انسان اللي يحب يشري هكذايا احصنه ما تكونش غاليه ويخدم بهم يعني في برا ولا باسكو راك تشوفوا التورنا فقط يقول لك 200 دينار يعني 20000 ولا مليحه انسان يسترزق ومن بعد يعاود يبيع هكذايا درنا لكم نظره على سوق الاحصنه وكذلك موجوده ما نقولوش بكثره بكثره ولكن كاين يعني عندك الشواء باش تقدر تشري اذا هكذايا دائما نقول لكم ما تنساوش الدعم لقناه ناصر تي في نقول لكم تهلاو في رواحكم سلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.